لقاءاتنا وحواراتنا مستمرة ويوم خاص من صباح الخير يا مصر يوم ذكرى الشهيد وكمان يوم استرداد وعودة طابة ذكرى هذه الأرض الغالية اللي عادت مرة أخرى إلى أرضنا وإلى وطننا نروح مرة تانية إلى طابة ونتابع مع محمد الشاذلي لقاءاته من هناك قطاع مياه الشرب والصرف الصحي اتكلمنا عن اللي حصل في التموين من توفير كل السلع الاساسيه واحتياجات المواطنين وبأسعار مخفضه دلوقتي هنتكلم مع حضراتكم عن قطاع غايه في الاهميه وهو قطاع الاسكان مشروعات كتيره جدا تم تنفيذها هنا وطبيعي ان حجم المشروعات بيزيد بالزياده السكانيه سواء من ابناء المحافظه او من ابناء المدينه اللي احنا موجودين فيها او حتى من الوافدين في ناس بتقرر ان هي تيجي من المحافظات الاخرى عشان تعيش هنا في جنوب سيناء طبعا عايزين نعرف ايه اللي حصل بالظبط في هذا القطاع المهم قطاع الاسكان، كل هذه التفاصيل هيكلمنا عنها اللواء مهندس بدر حسني عبد المقصود وهو مدير مديريه الاسكان بجنوب سينا، سياده اللواء اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم اهلا بيك كل طيب. تحياتي لحضرتك. يا اهلا بحضرتك، في البدايه لو نتكلم بشكل عام عن ابرز المشروعات الخاصه بالاسكان اللي تم تنفيذها في المحافظه خلال الفتره الاخيره. طبعا مهمه مديريه الاسكان في محافظه جنوب سينا تحقيق او الاشتراك في التنميه المستدامه للمحافظه من خلال اعداد المخططات يعني احنا بنشترك في اعداد المخططات التفصيليه والاستراتيجيه للمدن بتاعه المحافظه واللي من خلالها بنحقق او بنقدر نوفر الانماط السكنيه المختلفه لل يعني لسكان جنوب سيناء م. انت عارف هنا الطبيعه مختلفه فاحنا بنوفر من اول مساكن الاولى بالرعايه والمساكن الاسكان الاجتماعي وبنوصل للاسكان المتميز طبقا لكل الشرايح وطبقا لطبيعه المكان اللي احنا بننفذ فيه المشروع. يعني احنا لسه يعني مديريه الاسكان منتهيه من تنفيذ حوالي 6000 وحده سكنيه في الاسكان الاجتماعي وتم تسليمهم تقريبا بنسبة حوالي 95% متبقى حوالي 5% في المية وإحنا في طريقنا لتسليمهم للمواطنين إن شاء الله. عظيم سياده اللواء على اي اساس بنقرر ان احنا نعمل مدينه سكنيه جديده على اي اساس بنختار المكان طبيعه وشكل المدينه بيكون عامل هو سكنية. انا قلت لحضرتك ان ان احنا بنعتمد على المخطط الاستراتيجي لل اللي احنا صممناه للمدينه وقلنا ان المنطقه ديت بتبقى منطقه سكنيه او المنطقه دي منطقه صناعيه وانت عارف ان الموضوع تكاملي طبعًا. يعني ان احنا لو انشانا مجموعه مصانع يبقى محتاجين سكن سكن متدرج بقى للعماله المتوسطه ثم العماله اللي هنقول عليهم اعلى درجه فبنوفر الانماط السكنيه وفي التجمعات البدويه طبعا احنا بنراعي التركيبه السكانيه فبنحاول نوفر السكن الملائم يعني احنا منفذين بالتعاون مع جهاز التعمير اغلب الكرة البدوية الموجودة في المحافظة اللي هي لها طبيعة خاصة من من حيث المنشأ اللي هو بيعتبر دور واحد ده كان سؤال لحضرتك دلوقتي ان احنا الحمد لله في مصر كل محافظة مش عايز اقول لحضرتك كل قرية كمان عندها هوية ليها شكل كده بنحاول ان احنا نحافظ عليه فده بيراعى وقت انشاء اي تجمع سكني جديد في طبعا هذه ال... طبعًا فإن احنا نحافظ على الهويه نحافظ طبعا على يعني احنا لما بنيجي ننفذ مشروع سكني في في مدينه دهب احنا عارفين ان الطابع المعماري هناك هو الطابع الساحلي فلازم يكون حتى ولو كان سكن اولى بالرعايه او سكن اجتماعي لازم ياخد الطبيعه اللي موجوده في المكان وما ننساش طبعا ان مدينه شرب الشيخ اعلنت من يعني من سنوات ان هي مدينه خضراء بتستخدم كل العماره الذكيه في المحافظه على البيئه تمام طيب هو احنا عشان نعمل مدينه سكنيه اكيد بيكون في تواصل مع كل الجهات المعنيه لانه الترفيق ما هوش سهل البنيه التحتيه برضه ما هي سهله ففي تواصل بكل تاكيد مع وزاره الكهرباء مع قطاع المياه مع كل هذه الجهات الحقيقه ان سياده المحافظ هنا مدي توجيهات ضرورية بالتنسيق مع المحافظات بحيث ان احنا ما تحصلش مشاكل دايما في في اثناء التنفيذ يعني احنا قبل ما بنشرع في اي مشروع سكني صغير او كبير بننسق دائما مع وزارة الاسكان للامداد بالمرافق سواء من من ميه او صرف صحي يعني ما نقدرش نخصص قطعة أرض للسكن اجتماعي ويكون الحمل بتاع المية اللي موجود فيها غير متوفر تمام فالحقيقي أن سيادة المحافظ دايما بيحقق لنا هو شخصيا يعني التنسيقات ديت ولقاءات مستمرة دايما خصوصا يعني مع وزير الكهرباء والسيد وزير الإسكان ده في نقطة كمان غاية في الأهمية يعني احنا هنعمل مثلاً مدينة جديدة في مكان بعيد شوية الطرق الناس هتوصل ازاي المواصلات أنا يعني بدأت كلامي ان احنا في بداية الموضوع بنتحرك من خلال إطار خارجي اللي هو المخطط الاستراتيجي للمدينة تمام. والمخطط التفصيلي للمدينة المخطط التفصيلي ده موضح لي الطريق موضح لي محطه الميه موضح لي محطه الكهرباء موضح لي المنطقه الصناعيه مش عايز اقول لك ممكن يبقى كمان حاسبين الاحمال اللي مطلوبه لكل قطعه ارض والنمط اللي هيتعمل فيها م. سواء هو صناعي او تجاري او سكني تجاري او سكني اولى بالرعايه او يعني الموضوعات دي دائما دائما في الحسبان ودائما ان احنا يعني التخطيط هو المؤشر الدال على النجاح تمام طيب بالنسبه للوحدات اللي تم انشائها حديثا مساحتها قد ايه طبيعه التشطيبات الموجوده فيها الـ 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 احنا لسه يعني مسلمين مشروع الاسكان الاجتماعي والاسكان الاجتماعي يعني في جنوب سيناء واخد اولويه كبيره جدا جدا في هنا مم. نظرا لان يعني الـ الـ المواطنين احنا طبعا المحافظة الجنوب سيبه بقت محافظه جاذبه للعماله من خارج المحافظه مم. فبنوفر لها دايما الـ الـ السكن اللائق والكريم ده, ده لازم يكون في شرط ان هو قعد فتره تقريبا اقامه او عشر سنين تقريبا 10 سنين ويعني آه طبقاً للشروط والضوابط آه في كل في كل توقيت خصوصاً ان في بعض الوحدات بتتباع بالاسعار الغير مدعمه فدي بنسمح بيها للعاملين الخارجين من ال يعني مش ضروري ان هو يكون قضى فتره كبيره في في المحافظه لو هو هيشتريها بدون دعم و وكاش تمام. المساحات طبعا اللي احنا بنوفر من اول الاوضه وصاله والاوضتين وصاله وثلاث اوض وصاله، التشطيب انا دايما اقول ان هو مش 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 تشطيب سكن اجتماعي م. يكاد يعني يرقى الى السكن المتميز ومستخدمين فيه جميع الخامات يعني الجيده جدا في في المدينه. تمام ممكن حد يسال ايه دور الاسكان في المساهمه في المشروعات التنمويه اللي بتحصل طبعا مديريه الاسكان يعني انا بقول ان هي الحمل دايما عليها كبير فهي بتبدا من الاشتراك في في المخططات طرح وتنفيذ المشروعات مراقبه اعمال البناء يعني انا اعتقد ان احنا المديريه الوحيده اللي بيتوفر لديها احنا لسه مفتتحين معمل مركزي للانشاءات بيراقب اعمال الجوده لجميع اعمال البناء اللي بتتم في في محافظه جنوب سيناء بيراقب اعمال الطرق وجوده الاسفلت بيراقب اعمال الخرسانات بيعمل ابحاث للتربه احنا يعني كنا مفتتحينه تقريبا من من ست شهور وكان من ضمن اولويات ست المحافظ مراقبه الجوده للانشاءات وللاطراف في المحافظه جداً. احنا جميل. احنا المحافظه مم. او المديريه بتصدر التراخيص البنائيه لكافه المنشات اللي موجوده في المحافظه يعني احنا بنشرف على الكره السياحيه بنديها الرخصه وبنتننا نتابع عن طريق الادارات الهندسيه أعمال التنفيذ ومدى ومدى المطابقه بتاعتها للرسومات المعماريه والانشائيه وبينتهي بان احنا عن طريق الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه بنعمل مطابقه وبنسمح في نهايه الموضوع بدخول المرافق وتسجيل بقى المرافق والاعداد الاسبلت بتاع المرافق بحيث ان ما يبقاش ما في اعمال تؤدي مثلا لقطع كابل كهرباء او قطع ماسوره فيعني ال ال الاسكان تقريبا مشترك في من اول اعداد المخطط وانتهاء بتسليم ال الانشاءات. كل الشكر لحضرتك يا فندم شرفتنا ونورتنا اللي هو مهندس بدر حسني عبد المقصود مدير مديريه الاسكان بجنوب سينا شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا فندم شكرا.